هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وزي ما قلت لحضراتكم في البدايه بنحتفل كلنا النهارده، بيحتفل كل الشعب المصري النهارده، القياده السياسيه وسياده الرئيس والحكومه والشرطه والقوات المسلحه وكتابنا الصحفيين، كل الناس بتحتفل النهارده برجوع بلدنا مره تانية من 30 يونيو، ثم بنى البلد بقى وازاي وصلنا الحمد لله بمجهودات كبيره جدا من الشعب المصري قبل الحكومه كمان ان مصر توصل للمرحله اللي احنا فيها، اللي كان فيها بقى النهارده احتفاليه كبيره كمان، واحتفاليه كده مش وخلاص، لا ده احتفاليه بمشروع قومي كبير يستفيد منه تقريبا كده 50 55% من الشعب المصري، ومش استفاده بس انشائيه ولا بنيه تحتيه، استفاده اقتصاديه، استفاده لبناء الانسان صحه وتعليم، ومشروع كبير بجد اتكلم فيه النهارده سياده الرئيس. زي ما قلت يمكن النهارده سياده الرئيس عنده مجموعه من الرسائل، ان كنت مش حابه اسميها رسائل على قد ما اسميها حقائق حصلت بالفعل. يعني سياده الرئيس النهارده ما كلمنا في رسائل بيوجهها للشعب المصري هي 90% منها اتحقق وال 10% بيتحقق، فانا شايف ان هي نقول عليها حقائق اكتر. خلينا نروح ونفهم اكتر ونتوقف عند مجموعه من الرسائل، ونتوقف عند مشروع حياه كريمه كمان، انا مش عايز اسميه مبادره لان هو ده مشروع قومي كبير شغال عليه البلد كلها، وقبلها الفلاحين الموجودين واهالينا في الريف هم كمان ليهم دور. خلينا نروح للصديق العزيز الكاتب الصحفي الاستاذ احمد ناجي امحى، رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه. يا استاذ احمد كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد، وكل المصريين بخير، وقيادتنا الموقره الشريفه بخير، وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ هذا الوطن الغالي. اللهم امين يا رب. كنت شاهد عيان من 30 يونيو لحد النهارده من رجوع البلد مره ثانيه بايد الشعب المصري وقواتها المسلحه وشرطتها وصولا للي مصر وصلت له النهارده، شايف ازاي التاريخين من 30 يونيو لحد النهارده؟ كمواطن مصري بعيدا عن مهنتي انا فخور جدا 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 بكل اللي حققته الدوله المصريه. اشعر بان انا منتمي لوطن عظيم، اشعر ان انا انتمي لمؤسسات قدرت في سنوات قليله تنهض بهذا الوطن. فخور بقياده سياسيه لديها من الرؤيه والاستراتيجيه والحكمه والرشاده في اداره شؤون البلاد وسط محيط اقليمي ودولي يعاني من اضطرابات شديده جدا جدا جدا، وعصفت به جائحه ضربت اقتصاديات امبراطوريات ودول عظمى فيه، ولكن اللي احنا استطعنا بناؤه في خلال سنوات قليله مكن هذا الوطن انه يبقى ويصمد امام تحديات عظام الحقيقه مرت علينا. كشخص ينتمي الى الصحافه والاعلام، لا ده انا لسه عايز اكمل شويه بس مع المواطن احمد الاول. كمواطن انت زي ما تقول عديت بتحديات، كنت بتعديها ازاي؟ ان انا عمال اتكلم في الحلقه النهارده ان الشعب ده بس مش بثوره رجع بلده، لا ده قدر يبني تاني وواجه صعوبات كتير، فكمواطن برضو انت قابلت الصعوبات دي عديتها ازاي او استحملتها ازاي او ايه وجهه نظرك ان انا استحمل؟ كلنا بص يا صديقي، والمواطن لازم يتفهم ان احنا شركاء هذا الوطن، وان احنا مصريين بنعيش نفس الظروف وبنتحمل نفس التبعات، وان احنا بنحيا نفس المستوى المعيشي، وان احنا في حاجات دايما احنا على مواقع التواصل الاجتماعي بنكتب وبنقول للناس ان في حاجات احنا بنعيشها، واحنا عارفين ان احنا بنضحي بحاجات كتير وبنضحي بفرص، وناس تانية بتشوفها نوع من انواع الرفاهيات، انما انت بتضحي بحاجات كتير جدا لانك انت قدام مهمة كبيرة جدا الشعب ده متحملها، مهمة العمل مع القيادة السياسية وفقا لارشاداتها من اجل انك تصل بهذا الوطن الى المكان التي تليق به عشان المستقبل. صحيح. من غير ما نحلم الحلم الكبير اللي حلمناه مع القيادة السياسية منذ عام 2014، ومن غير ما نبتدي نترجم ده من خلال عمل جاد من كافة المواطنين المصريين، وحط تحتيها خط المواطنين المصريين، لان المواطن المصري الحقيقي ده هتلاقيه في الحقل، هتلاقيه في المصنع، هتلاقيه اللي كان بيحفر الانفاق، هتلاقيه اللي كان بيساهم في المشروعات القومية الكبيرة، هتلاقيه المواطن المصري اللي في قواتنا المسلحة واللي في الشرطة المدنية. ده نتيجة
الشعب المصري، ده نسيج الشعب المصري اللي فيه الجينات المصرية اللي تستطيع أن تتصدى لكل التحديات لما هذا الوطن يتهدده خطر. كمواطن مصري أنا متحمل مع كل قطاعات المجتمع المصري مراحل كتير مرت حاول فيها كل أطراف مختلفة تضمر الشر لهذا الوطن أن هي تقلب هذا الرأي العام الجمعي للمصريين على القيادة السياسية، لكن المصريين كانوا مدركين ومستوعبين أن ما يحدث في وطنهم لمستقبلهم لمصلحتهم. وعلى أرض الواقع بعد سنوات قليلة إحنا ابتدينا نشوف الترجمة لده ونشوف ونحصد الثمار الحقيقية. ما هو هنا هتنقل بقى يا استاذ احمد لشخصيتك التانية او لحياتك المهنيه اللي انت كان ليك دور عشان تفهم الشعب المصري ده كل من الحقائق اللي كانت فعلا طول الوقت في وسائل الاعلام المختلفه بيحاولوا سواء السوشيال ميديا او وسائل الاعلام المنحرفه بتاعتهم، كان انت بقى ليك دور هنا، فلازم تنقل بقى للشخصيه التانية. انت هنا عانيت كمواطن وكان عليك دور كبير انك تنقل بقى الحقائق. كصحفي وكاعلامي مش هتقدر تروح بعيد عن احساسك بالشارع. انت اكتر وقت بتقضيه في وسط اهلك في وسط ناسك بحكم انك انت منتمي الى هذا الوطن. انت احنا ما بنقدرش نفصل نفسنا، ولا انت يا استاذ احمد بتقدر تفصل طبعا نفسك عن مجتمعك وعن انك تعبر عنه. واللي بنشوفه في وسط محيطنا احنا بنحاول نعكسه، بنحاول نزيد من الثبات، بنحاول نزيد من التماسك، بنحاول نزيد من اللحمه، بنحاول نرشد من الاتجاه. والحقيقه انا فخور ان انا بنتمي الى تجربه اعلاميه وليده في الدوله المصريه بعد ثوره 30 يونيو 2013، تجربه اعلاميه نجحت في التصدي لاخطر هجمه اعلاميه استخدمت فيها كل وسائل الاعلام الحديث وكل اساليب الحرب الاعلاميه النفسيه والشائعاتيه ممنهجه ومدروسه وراها مراكز ابحاث وراها اجهزه، يعني مش حمله اعلاميه فرديه. ومصروف عليها كتير طبعا قوي، طبعا وبتصدير نماذج معينه منتقاه بعنايه شديده جدا في توقيتات بغايه الحساسيه، والصرف على قنوات معاديه، والصرف على اشخاص معاديين، والصرف على نجوم من الممكن ان يؤثروا على تيارات بعينها في قلب المجتمع. طبعا لكن كل ده كان في اعلام مصري قوي لديه من الرؤيه ولديه من التكاتف بين اطرافه، حتى لو ما بيتلقوش انما عندهم احساس باتجاه القياده السياسيه مستوعبين الرسائل. خلي بال حضرتك اللقاءات زي اللقاء اللي كان منعقد النهارده في الهيكل، مجموعه الرسائل اللي السيد الرئيس بيوجهها من خلاله للشعب المصري مع تكرار هذه الرسائل من 2014 لغايه النهارده وفرت من الزخم طبعا للاعلاميين والصحفيين زمايلنا وانا وحضرتك منهم، لان انا بعتبر نفسنا احنا جزء من كل. الحقيقه ما حدش فينا بيدعي البطوله في شيء، احنا جزء من منظومه قدرت ان هي تتصدى بالفعل. وكل شغل يعني كل الشكر لكل حد بيشتغل في هذه المنظومه، ونفخر ان هذه المنظومه قدرت ان هي تعيد صياغه. طبعا لما بقى في مجلس نواب وبقى في افكار تتعلق بتنظيم العمل الاعلامي، نفكر ان احنا بقى في هيئات مسؤوله عن الاعلام المصري وبيتولى رئاستها اشخاص عظام هم اللي مسؤولين عن اداره هذه المنظومه الاعلاميه بكفاءه وبصوره متناغمه بتحقق الغايه في النهايه من اجل ان تتصدى مؤسسات الاعلاميه المصريه سواء القوميه او الخاصه لكل ما يمكن ان يهدد الامن القومي المصري. الحقيقه انا في الاطار ده احنا بنخوض حرب شديده جدا طول الفتره اللي فاتت، ما زلنا في قلب هذه الحرب. خلي بال حضرتك احنا ما خلصناش من هذه الحرب. لسه كنت اسال حضرتك، احنا خلصنا الحرب شويه برفع الوعي اللي حصل عند الشعب المصري فقلت حده الحرب شويه ولا لسه مستمره؟ لا طبعا، لان هو لن يهدأ له بال. كل ما الدولة دي بتتقدم، كل ما ده بيفشل مشروعاته، كل ما الدولة دي بتتقدم في مصلحة الإقليمي، كل ما الدولة دي بتتقدم في تبنيها لمبادئها الإنسانية وعرضها لمشروعية مطالبها في أطر سياستها الخارجية وعقلانية هذه المطالب اللي بتفرضها بسياسات رشيدة على الإقليم وعلى العالم، كل ده ما بيزيد وجع من كانوا يضمرون شرا لهذا الوطن الغالي الحبيب، ويزيد من غلهم ومحاولات
بس اساليب جديده ووسائل مختلفه من اجل محاوله الوصول والتاثير والشوشره على الراي العام. لكن الحمد لله كل فرد فينا في قطاعاته اللي هو بيعمل فيها في حدود امكانياته المتاحه واللي كل الهيئات المسؤوله عن كل واحد فينا بتوفرها طبقا لنطاق اختصاصنا، احنا بنشوف ان احنا بنقدر نتحرك بما يملي عليه ضميرنا من اجل الدفاع عن هذا الوطن، من اجل مزيد من الثبات الانفعالي عند المواطن المصري، من اجل توفير مزيد من الاطر التي تجعل هناك من الحصانه والتمتع بنوع من انواع الوعي القيمي لما يتم انجازه على الارض. وده بيتم بقى من خلال الاتجاه اللي طالما السيد الرئيس كان حريص ان هو يطالب بالارقام، لازم نوضح للناس الارقام ونقول طبعا. للناس الارقام ايه اللي بيحصل. النهارده كل مشروع قومي تم افتتاحه، لو احنا رجعنا ببساطه كل المشروعات القوميه اللي تم افتتاحها في منهج رئاسي يمكن السيد الرئيس كان بيتحدث عنه منذ اول مره سيادته حاول يتكلم فيها مع المصريين وقال لهم اسمعوا مني، وكان حريص سيادته من ساعتها ان كل لقاء في افتتاح لمشروع قومي ان يتم عرض المشروع بالارقام. صحيح. والارقام التفصيليه بالمناسبه. الارقام ايه؟ الارقام اللي بتعني هنا الماده، والارقام اللي بتعني هنا المواعيد والالتزام بيها، والارقام اللي بتعني هنا برضو هيودينا المشروع ده لفين. ولما بنيجي النهارده بعد السنين دي ونبتدي نشوف شكل الدولة المصرية وموقع تأثير الدولة المصرية، لازم نبقى مستوعبين ومتفاهمين ان الدولة المصرية راحت في مساحات مختلفة، وبتبتدي الدولة المصرية كما وعد سيادة الرئيس في الولاية الثانية لسيادته ان احنا نبتدي نفكر في الانسان المصري. بناء الانسان. عشان كده بنبتدي نشوف المشروعات المهتمة ب اهلنا مثلا، يعني سياده الرئيس النهارده بيتكلم عن اهلنا في الريف المصري. تمام. اهلنا في الريف المصري دي حقيقه، يعني احنا كلنا مصريين وكلنا لينا اصول ريفيه وكلنا عارفين الحجم المعاناه اللي عانته القريه المصريه نتيجه التحولات السريعه اللي حصلت في الدوله المصريه خلال ال 60 70 سنه اللي فاتوا. حصل تغير في النمط العمراني بتاع القريه المصريه. صحيح. حصل تغير ادى الى تراجع وتآكل في الخدمات البنية الأساسية. شكل البناء القرية نفسه اختلف، يعني القرية نفسها اتنقلت من شكل النمطي في التكوين بتاع القرية إلى شكل أكثر تعقيدا، بقيت ما انتش عارف انت عايش في قرية ولا عايش في مدينة. صحيح. وده فرض على الدولة مزيد من الأعباء في طبعا. البنية الأساسية اللي بيتم تقديمها الثقافة والفكر اتغير كمان، فخرجك من ان انت عندك جزء كبير من بلدك ليها مثلا منتج زراعي وليها حاجات كتير جدا توقفت. ده ابتدى يعمل المشكله الاخطر اللي سياده الرئيس كان بيتكلم عليها النهارده، انك انت فقدت حوالي 2 مليون وشويه من صحيح من الاراضي الارض الزراعيه بتاعتك تم تاكلت بفعل تبوير الاراضي او البناء على الاراضي او التوسع اللي حصل على فهم مواجهه زياده السكان في الريف المصري. فانت النهارده لما بتتوجه ناحيه الريف المصري انت بتتوجه، وده مشروع لازم يتبناه كل المصريين، ومن هنا كان تشجيع سياده الرئيس للقطاع الصناعي المصري ان يدخل بقوه، لان هو كان واضح في الكلام انه الشركات المصريه هي اللي هتدخل وهي اللي هتشتغل، ومن المعروف ان شركات القطاع الخاص المصري هي الشريك الرئيس لكل المشروعات القومية اللي تم تنفيذها طوال الفترة الماضية. صحيح. وبالتالي احنا النهاردة واحنا بنتكلم على ده احنا بنتكلم على تطوير لكرة تشمل حوالي 4741 قرية فيها حوالي 30888 تابع من عزبة وكفر ونجع. التكلفة تقريبا هتوصل 700 مليار، انت بتستهدف من خلالها حوالي 58 مليون نسمة، يعني او 60 مليون نسمة كما عودنا سيادة الرئيس ان احنا نخاطب المواطن برقم محدد. 60% من الشعب المصري، انت بتتكلم على 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 نص المجتمع او اكتر من نص المجتمع طبعا. تقريبا دول اهلنا اللي احنا محتاجين نروح لهم بايادي التطوير بايادي التنميه من اجل توفير حياه كريمه. مش ممكن هيفضل هذا المجتمع على هذا النحو من البون الشاسع والتفاوت ما بين حياه المدينه وحياه الريف. لابد من تقليل هذه الفجوه ما بين حياه المدينه وحياه الريف. لابد ان انا اخلي الريف عندي من خلال مبادره حياه كريمه يتمتع بالتنمية المستدامة والشاملة.
المنهج الاقتراب اللي الدوله المصريه اتبعته منهج اقتراب علمي. انت تمام. قسمت هذه الكره الى مراحل، المرحله الاولى فيها الكره الاكثر فقرا اللي محتاجه تدخل سريع جدا ودي نسبتها اكثر من 70%، المرحله الثانيه نسبه الاحتياج فيها من 50% بالظبط، المرحله الثالثه نسبه الاحتياج فيها اقل من 50%. انت بتشتغل فيها على محاور مختلفه، بتشتغل على محاور تتعلق بتطوير انشطه اقتصاديه وطبيعه الانشطه الاقتصاديه في قلب القريه لتحويلها الى قرى منتجه ذاتيا مره ثانيه، بتشتغل على تحويل القريه دي عشان تبقى قريه بروح المدينه، ما يبقاش الطموح كله بس انك تبقى بتعيش في قريه طابعها طابع المدينه وهي تخلو من كل بثقافة وفكر ما الريف. يتوافر من كل ما يتوافر لاهل المدينه من تخطيط وتطوير وخدمات اساسيه ينبغي ان يتمتع بها المواطن المصري من اهلنا في الريف. إذا يعني هي مش مشروعات صرف بس وتطوير بنية تحتية. لا طبعا، لانك رايح على مشروعات تتعلق بالبناء الثقافي، رايح على مشروعات تتعلق بتغيير طبيعه الانشطه الاقتصاديه في القرى بهدف احداث تكامل في الانتاج للقرى القريبه من بعضها علشان ما يحصلش نوع من انواع التنافس ويبقى في تكامل في الانتاج، بحيث انك تعمل عمليه تكامليه في النشاط الاقتصادي بتاع هذه القرى بالطبع في الاخر، وفي نفس الوقت في النهايه انت عايز تخضع كل هذه العمليه لنوع من انواع التخطيط العمراني وفي طبيعه الحيازه العمرانيه وهويتها علشان تقدر تعيد تاني تشكيل طبيعة شكل الريف المصري وتقننه، خصوصا مع دخول مشروع الدلتا الجديدة طبعا. خلال السنوات القليلة القادمة. انت بتتكلم على 3 سنين شكل الريف المصري فيهم هيختلف، شكل الزراعة المصرية هيختلف، ومن ثم احنا بنهدف الى نقلة مختلفة في هذا القطاع المحوري والان. والنقله دي يا استاذ احمد زي ما حضرتك قلت هي نقله بتشمل فعلا اكتر من 60% من الشعب المصري. انا بشكر حضرتك جدا صديقنا العزيز الكاتب الصحفي احمد ناجي قمحه رئيس تحرير مجال السياسه الدوليه على شرحه المبسط اللي دايما بحتاجه معايا، لان بيشرح للناس بطريقه مبسطه جدا هو ايه اللي بيحصل ووصلنا ليه.